أهلا بيكم وفيديو جديد ياريت لايك للفيديو وتفعيل الجرس علشان نكون على تواصل. قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان والدكتور أشرف زكي وقف النجم محمد رمضان عن العمل لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020 وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا بعد صور محمد رمضان المثيرة للجدل مع نجوم إسرائيليين وجاء فيه: تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب، وتابع البيان ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات وأضاف البيان والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسميه التي تلتزم بها الحكومات العربيه والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضيه التطبيع علما بان مجلس النقابه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخليه والقوانين المنظمه لعمل النقابه وجاء رد الفنان محمد رمضان على قرار النقابة كالآتي: حيث أعلن الفنان محمد رمضان أن شركة سينيرجي للإنتاج أوقفت مسلسله الجديد موسى الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021. وكتب رمضان منذ قليل على حسابه إنستغرام: "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته" ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير. ثانيا المكان مطعم مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل واستكمل قائلا أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرا نقابة المهن التمثيلية شكرا شركة الانتاج على ايقاف مسلسل رمضان القادم شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي ثقتي في الله وحده